مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير عليكم جميعا، ومرحبا بكم إلى هذا النبض الحي وهذه التغطية الخاصة التي ابتدرناها بالأمس رصدا لردود الأفعال حول الاتفاق الإطاري وماذا يقول عنه جميع من هم موجودين في المساحات المختلفة، إذا كان القوى السياسية أو في الشارع السوداني المدنيين وغيرهم من الموجودين والإعلاميين أيضا، كيف هي قراءاتهم لهذا الاتفاق الإطاري، ونزعت في هذه الفترة المفتوحة ونقلا لردود الأفعال ورصدا لرد الفعل في الصحف الصادرة هذا الصباح أن نتناول مختلف العناوين في ابتدار هذه المساحة مع الأستاذ الصحفي يوسف سراج الدين في شيء من التحليل. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ تيسير، تحية لك ولمتابعي ومشاهدي فضائية الشروق. مرحبا بك، ونبتدر عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح بصحيفة السوداني. وفي السوداني نقرأ التوقيع على الاتفاق الإطاري والعسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات. صديق يوسف، التوقيع الإطاري تراجع عن ثورة ديسمبر. التيار الإسلامي العريض يدعو لمناهضة الاتفاق. وفي فحوى هذه الأخبار الصديق يوسف، التوقيع على الاتفاق الإطاري تراجع عن ثورة ديسمبر. وصف القيادي البارز بالحزب الشيوعي السوداني الأستاذ الصديق يوسف التوقيع على الاتفاق الإطاري بالتصالح بين عناصر متشاكسة يعني الحرية والتغيير والمكون العسكري، مؤكدا أنه تراجع عن ثورة ديسمبر المجيدة. كيف تقرأ يعني حديث الأستاذ صديق يوسف عن هذا الاتفاق وأنه تراجع عن ثورة ديسمبر؟ نعم، حديث الأستاذ صديق يوسف هو يعود إلى موقف الحزب الشيوعي المعلوم حول الاتفاق الإطاري وقبل الاتفاق الإطاري، باعتبار أن الحزب الشيوعي السوداني من فترة ليست بالقليلة يمكن منذ خروجه عن تحالف وإعلان الحرية والتغيير ابتدر خط مفارق كثير لما يجري داخل التحالف، ولعله رؤية الحزب الشيوعي السوداني هي متماهية أو متماشية مع ما يرفع من شعارات رافضة دائما وأبدا، اللي هي الشعارات المعروفة بلا تفاوض لا شراكة كذا يعني. لذلك أنا أعتقد أنه كان طبيعي أو متوقع أن يكون رد فعل الحزب الشيوعي تجاه الاتفاق الإطاري السياسي اللي تم إبرامه بالأمس هكذا يعني موقف، ولكن الحديث عن أن ذلك تراجع عن ثورة ديسمبر أو عن شعارات ثورة ديسمبر أو مبادئ ثورة ديسمبر، أنا أعتقد أنه هو حديث أيضا يفتح الجدل كثيرا. ما هي مبادئ ثورة ديسمبر؟ ما هي شعارات ثورة ديسمبر بدءا يعني؟ هذه الثورة التي تتحدث عن السلطة، سلطة شعب يعني، ولعله الذي يراجع الاتفاق الذي أبرم أمس رفع مستوى في مستويات الحكم، وضع الجهاز التشريعي والسلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي المرتقب، وضعه كأعلى سلطة في مستويات الحكم. بالتالي أنا أعتقد أنه ده إنزال لواحد من أهم شعارات الثورة اللي هي سلطة، سلطة شعب. هم بالتأكيد يعني الحزب الشيوعي واضحة أن قراءاتهم لهذا الاتفاق بأنه شيء من الهبوط الناعم، كانوا رافضين من الأول الجلوس مع العسكريين والحديث في أطر مختلفة حتى في تحقيق العدالة وغيرها من المطلوبات للشارع وحديث الحزب الشيوعي عنها. نعم، هذا حديث مهم وصحيح، إنه الحزب الشيوعي ظل وغيره أيضا ظلوا يروا مثل هذه الاتفاقات هي هبوط ناعم ودقيل، حتى في ثورة ديسمبر ذاتها بالنسبة للحزب الشيوعي إنه هذه الثورة أزاحت فقط رأس النظام ولم تحدث شيء في رأيهم يعني، ويعتبرون ما جرى بعد 11 أبريل ما هو إلا تسلط للجنة الأمنية اللي تعبر عن النظام القديم، دي برؤيتهم. أما ما تحقق فلذلك هم يروا إنه الثورة يجب أن تمضي إلى قاياتها. ولكن السؤال الأهم، أنا أعتقد أن الجميع متفقين في القيادة الكلية هي بلوغ مرحلة التحول المدني الديمقراطي أو
يعني تحقيق الحكومة المدنية، تحقيق الدولة المدنية هي دولة المؤسسات والقانون، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ إذن الجميع يبدو أنهم متفقين أو متفقون حول القايات اللي يفترض نبلغها، لكن الآليات يختلف فيها. لذلك السؤال مردود على الحزب الشيوعي أيضا، إلى أي آلية هو يرتكن حتى يصل إلى مبتغاه بتحقيق هذه؟ إذن الحزب الشيوعي بالوضع الحالي ورفع شعار المقاومة المستمرة هكذا، هو يرمي إلى ذات النهج القديم باعتبار أنه الثورة واحتشاد الشارع حتى تتم مرحلة الانحياز أيضا المجموعة العسكرية في نهاية المطاف هي التي تنحاز إلى الشعب ويحدث التغيير. الاتفاق على الغايات كما ذكرت، هل يمكن أن يكون هو طريقا للوحدة فيما بعد على هذا الاتفاق؟ هل يجعل أيضا الأبواب مفتوحة لهذا الاتفاق الإطاري بأن ينضم إليه الحزب الشيوعي، بما أننا نتحدث الآن عن صديق يوسف وبالتأكيد مجموعة من الأحزاب المناوية أو المعارضة؟ صحيح، والحزب الشيوعي يعبر عن موقف لتيار او لحزب محدد، ولا يعني هو له دوره وهو من قوى الثوره بطبيعه الحال، هذا امر يجب الاقرار به، لكن على الحزب الشيوعي ان لا يحجر على الاخرين ايضا، وهو بالضروره لا يحجر ولكنه يعبر عن يعني توجهاته وتطلعاته. هنالك قوى سياسيه لديها افكار، لديها رؤى اخرى. انا اعتقد انه الفارق الان ما بين موقف الحزب الشيوعي وموقف القوى التي اختارت التوقيع على الاتفاق الاطاري، انه الحزب الشيوعي لا يستشعر الان في الكلفه الكبيره الماشيه في الشارع من دماء تسيل، ارواح تزهق هكذا للشباب. هذا الأمر الذي يمضي ولا أحد يدري كيف أو نهاياته. يعني صحيح أنه في المبادئ هم الناس جميعا يقدرون أنه هذه حالة بتاعت نضال والنضال، لكن إذا كان هنالك فرصة لإحداث الدولة التي تنشدها دون إراقة الدماء، دون هذه الكلفة الطويلة من الوقت وتعطيل الدولة، إذا كان بلغت مرحلة أن تقنع الطرف الآخر لإحداث التحول المدني المنشود، أنا أفتكر أنه أيضا دي فرصة يجب انتهازها بأسرع ما يمكن، وهذا ما فعلته القوى التي تواضعت بالأمس على مهر الاتفاق. ويبقى السؤال دائما مفتوح وستجيب عنه الأيام القادمة في حديث عن رؤية متفق عليها من الأحزاب الموقعة وغير الموقعة على هذا الاتفاق، وأيضا في السوداني التيار الإسلامي العريض الاتفاق الإطاري حوى إشارات خبيثة تجاه الجيش، وأكد التيار الإسلامي العريض أن الاتفاق الإطاري احتوى على إشارات خبيثة تقضي بتبديل عقيدة القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية من غير انتخاب، وأنه يعمل ذلك من غير انتخاب ولا تفويض. أنا أعتقد هي ليست إشارات خبيثة بقدر ما هي إشارات صريحة في هذا الأمر، باعتبار أنه الإعلان السياسي المتواضع عليه بالأمس هو ترجمة للمشروع الدستور الانتقالي اللي طلعت به لجنة تسيير نقابة المحامين. افتكر انه واحد من الأعمدة او الملامح الأساسية لهذا الدستور هو الحديث عن الإصلاح المطلوب داخل الأجهزة النظامية والأجهزة العدلية، باعتبار أنه واقع الحال الذي نعيشه الآن من تردي وانهزام لكل المشروعات الديمقراطية في السودان بسبب تشبث العسكريون بالسلطة التي هي ليست من صميم مهامهم لعشرات السنوات. لو شفنا يا أستاذ بتاريخ السودان أكثر من 50 عام هي دانت فيها السلطة السودانية للعسكريين دون وجه حق. يعني هو الحديث قد يكون ليس عن السلطة قدر ما هو حديث عن هذا، يتحدث عن أنه التفويض والانتخاب، وهذا ما يعني نصوص هذا الاتفاق بالتأكيد. يعني هذه الوثيقة كما ذكرت الخارجة من لجنة المحامين، فهو الحديث عن من الذي فوض هذه الكتلة من المحامين لإخراج هذا الاتفاق، وهل هنالك شرعية لهذه الوثيقة؟ يعني هذا ما نعنيه في حديث عن الانتخاب والتفويض بالتأكيد، وما يعنيه الخبر. نعم، بكل تأكيد لجنة أو نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المحايدة والمستغلة من بين كثير من المبادرات المطروحة، لأنه دي من صميم أعمال نقابة مثل نقابة المحامين، هي بالضرورة مسؤولة عن تحقيق الحريات المطلوبة، ده واحد من أهم مهامها.
ومعلوم انه الدستور هو صناعه قانونيه بالتاكيد، وانت دار تبني دوله مدنيه ديمقراطيه يعني عمود الفقري لابد ان يكون هو القانون ممثل في الدستور. انا افتكر انه المبادره الاهم في الساحه واللي حركت كل السكون ده هي من طلعت بها مبادره او لجنه تسيير نقابه المحامين، ده كان من صميم عمله. ايضا افتكر انه هذا العمل استصحب معه كثير من المبادرات، كثير من الاراء، حتى يعني الدستور ده في مرجعياته استلهم حتى القوى ما يسمى بالتحالف الجذري الذي ينتمي لها الحزب الشيوعي وجهات اخرى من لجان، كل ذلك استلهمه. انا اعتقد انه الان وبدون مكابره اذا تواطع الجميع وتمت قراءه متانيه للاتفاق الاطاري ومن خلفه مشروع الدستور الانتقالي، انا اعتقد انك تجد ان هذا الانجاز قدمت فيه حلول لكثير من المعضلات بتاعت القضايا، لانه تحدث بدءا عن اصلاح المؤسسه العسكريه، تحدث قبل ذلك عن اهميه ابتعاد هذه المؤسسه عن العمل او عن المشهد السياسي، وده الفريق انا اعتقد ما بين الاتفاق ده وما بين الوثيقه الدستوريه اللي بموجبها تقلد الدكتور عبد الله حمدوك. نعم، لانه في الوثيقه الدستوريه الاولى كان الامر يقوم على مساله الشراكه، بينما الان يتكلم عن انسحاب الجيش او العسكر الى ثكناتهم الى ممارسه مهامهم الطبيعيه المنوط بها، يعني إحداثها اللي هو حراسة الحدود، الأمن، حماية الدستور كده، يعني ده الدور المطلوب لهم. بينما الوثيقة الدستورية السابقة كانت ادتهم حق الشراكة بالأصالة يعني، وأنا أفتكر أنه دي المفارقة ما بين الاتفاقين. لذلك أنا أقول أنه لو تم الحكم على هذه الوثيقة وفق بنودها وبعيد عن الحساسيات السياسية والقيرة السياسية هنا وهناك، أعتقد أن ما تم لإنجازه هو اتفاق مقدر جدا بإمكانه أنه يخرج البلاد من هذه الأزمة يعني. صحيح، والحديث عن القانونيات بالتأكيد هو حديث مستمر بالتأكيد، يعني نتحدث عنه مع أصحاب الشأن والمختصين في شأن القانون في الصيحة أيضا البرهان العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات وحمتي انسحاب العسكريين من السياسة ضروري لإقامة نظام ديمقراطي. وهذه التصريحات أن تأتي من العسكريين يعني هي ممكن تكون خطوة جديدة في هذا المشهد. نعم، نبدأ بحديث نائب أو قائد الدعم السريع باعتبار أنه الرجل ظل من فترة ليست بالقريبة أو من عدة شهور بدأ تحول واضح في خطابه، يعني منذ أن اعتكف لفترة من الزمن بدارفور أطلق تصريحات من هناك أنه يتحدث عن أنه ما جرى بعد 25 أكتوبر من إجراءات انقلابية بعد 25 أكتوبر هو يرى فيها أخطاء، وأنه ده ما الأمر اللي كان متفق عليه، وأنه يغر الرجل وعرف بأنه عادة ما يطلق أقواله بمنتهى الشفافية يعني. أنا أفتكر أنه كلامه في هذا الجانب كان صريح جدا بأنه بل قدم اعتذارات في خطابه، يعني انا افتكر انه خطاب كان وجد نوع من القبول، شيء من القبول يعني في الشارع، باعتبار انه ده الوضع الطبيعي، وبالتالي هو الان في خط العوده الى ما يشبه منصه التاسيس او ما الى المرحله الاولى للتحول المدني الديمقراطي او استيعاب هذا الامر بشكل كافي. حديث قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كان يتحدث عن العسكر للثكنات، وهو يبدو ان هذا الحديث ظل يقول به من فترات ايضا ليست بالقريبه، ولكن كثير من التشكيك كان يحوم حول كثير مما يطلقه من تصريحات، لعله الانتكاسه التي حصلت انجاز التعبير عقب الوثيقه الاولى والانقلاب عليها جعل من الصعوبه بمكان تصديق مثل هذه الأمور، ولكن أنا أعتقد أنه العبرة هي بالخواتيم، والخواتيم تبدأ بالشهود، أو ما تم بالأمس هو كان يعني محفل واضح على رؤوس الأشهاد شهد عليه الجميع، مضى العسكريون على هذه الوثيقة أمام الجميع، فتبقى الآن الكرة باتت في ملعبهم باعتبار أنهم بالأمس أعلنوا وثبتوا موقف سينسحب عليهم أخلاقيا الالتزام به يعني.
وحديث الأحزاب للانتخابات يمكن هو أيضا تساؤل مفتوح، هل 24 شهرا يمكن من خلالها إجراء انتخابات، وما كيف ستكون هذه الحكومة القادمة؟ لم يأتي يعني من خلال البنود المختلفة والنصوص المختلفة التي جاءت بها هذه الوثيقة أي حديث عن الحكومة، هل هي حكومة كفاءات وطنية أم هي حكومة حزبية أم غيرها، يعني الانتخابات والحكومة المرتقبة. نعم، قضية الانتخابات هي طبعا الأصل في التحول الديمقراطي، هو الآلية الوحيدة بتاعت حكاك الدولة الديمقراطية هي الانتخابات يعني وصناديق الاقتراع، لكن هذه الأمور لا يمكن يعني بلوغها هكذا يعني بقفزة واحدة. معلوم أنه السودان خرج من نظام شمولي قابض لا يعرف صناديق الاقتراع إلا المزيفة والمزور منها، بالتالي ما في حتى ثقافة. يمكن آخر انتخابات حرة ونزيهة يمكن شهد السودان في العام 86 أو 85 بعد الإطاحة بنظام جعفر نميري في 85، وأجيال كثيرة من ذلك التاريخ إلى اليوم أكثر من 30 عاما أو 35 عاما، هذه الأجيال لم تمارس عملية الاقتراع ولم تعرف عن الانتخابات شيئا يعني. لذلك أنا أعتقد أنه أيضا الواقع الذي أحدثته نظام الإنقاذ أو أحدثه من تخريب لمؤسسات الدولة، حتى زرع ثقافات جديدة أنهت الخدمة المدنية أقعدت بكثير من مؤسسات الدولة، يحتاج لعمليات إصلاح كبيرة جدا حتى أنك تبلغ عملية الانتخابات. وبالضرورة أن تكون عملية الانتخابات هي المرحلة القريبة، باعتبار أنه حتى أنه المشهد الفترات الانتقالية عادة ما يكون حالات الشد والجذب تظهر في الفترات الانتقال دوما. أنا أعتقد أنه الآن الحديث عن عامين يحتاج أيضا حتى يعني بعد تشكيل المؤسسات التنفيذية والجهاز التشريعي المسؤول في المجلس الثوري، بعد ذلك تكون مفوضية الانتخابات، وأيضا هي فترة رغم أنها عامين توافق عليها لكن تحتاج أيضا استثمارها بشكل جيد حتى نبلغ نقطة الانتخابات. في جانب آخر أنا أود الحديث فيه اللي هو أيضا قضية الانتخابات، هي شعار آخر عند البعض، قضية حق أريد بها باطل. هنالك من يستعجلون هذه المسألة، يعني كل ما يرشح يقول لك والله ما خلاص نسحب للانتخابات، نسحب الانتخابات. من اللي عنده مصلحة في الذهاب للانتخابات بالشكل الحالي، الشكل الراهن اللي معروف فيه حتى الآن وين في جهات الآن هي إلى الآن تمسك بمال الدولة السودانية، تتحكم في أموال الدولة السودانية اللي ما تم لها تفكيك حقيقي حتى الآن. فأنا أفتكر أنه يعني يبقى ضربي من السذاجة أنك تقول أنا حخش انتخابات بكرة مع شخص هو أنت لسه ما حدثت الإصلاح. الانتخاب بشكل خاص بالتأكيد يعني كل الذين ينادون بالانتخابات هو حديث عن أن هذا الاقتراع والانتخاب هو الطريق الديمقراطي الرسمي في كل الدول، بكل تأكيد، ولكن لديه شروط حتى أنك تبلغ انتخابات شفافة ونزيهة وحرة. الآن لديك تيارات لديها أسلحة وجيوش، السودان فيه أكثر من 6 جيوش، يعني ده لا يعقل يعني، ولفصائل هي بالضرورة يجب أن تتحول إلى أحزاب، تتحول إلى قوى سياسية، تنزل الشارع، تجري الترتيبات الأمنية، تسلم سلاحها، كيف لحسب أن ينافس مجموعة مسلحة يعني تملك السلاح وتملك، هذا لا يعقل. وأقل الانتخابات لها قوانينها بالتأكيد، من الذي سيدخل الانتخاب بالتأكيد هذا ما سيحدد يعني. اليوم التالي فولكر الاتفاق الإطاري ليس مثاليا، وجبريل الرهان على المركزي في الانتقال خاسر، والرباعية ننسق لدعم حكومة الانتقال اقتصاديا. نبدأ بحديث فولكر عن الاتفاق الإطاري ويقول أنه ليس مثاليا، وقد تكون هنالك أيضا ثغرات في هذا الاتفاق، ومع وجود معارضين لهذا الاتفاق كيف يمكن أن يصمد؟ نعم، أنا أعتقد أنه حديث مهم صدر من رئيس يمكن البعثة الأممية فولكر فيرتس، والرجل لعب دور كبير جدا إلى جانب المجتمع الدولي ممثل في الدول الرباعية المعروفة. افتكر انه كان لهم اسهام كبير جدا في الوصول لهذه المرحله.
حديثه عن أنه هذا ليس مثالي، بالضرورة هو يتحدث طالما أن هذا الأمر لم يشمل الجميع فبالضرورة هو ليس المثال المطلوب، يعني لأنه لما تتحدث عن مثال ينبغي أن لا يأتيه الباطل من كذا وكذا، لكن طول ما أنه هذا الاتفاق لم يحقق حتى الآن كل الإجماع حوله فبالتالي هو ليس مثالي، ولكن هذا لا يقدح في النصوص التي تم التواضع عليها أو تم الاتفاق عليها، هي نصوص أعتقد أنه يعني على درجة عالية من الإجابة على كثير من المشاكل والأسئلة الحاصلة الآن في الساحة. أنا أفتكر أيضا على حديث فولكر يأتي المجتمع الدولي كرافع مهم جدا في العملية دي. أنا أفتكر أنه بالأمس حتى الخطابات اللي جرت في حفل مراسم التوقيع كانت تشير إلى أنه إذا بلغ هذا الاتفاق وانتهى إلى تشكيل حكومة مدنية بقيادة مدنية على كل المستويات المطروحة في الاتفاق ستجد هذه الحكومة الدعم من المجتمع الدولي، ولعله في بشريات وفي إرهاصات بهذا الأمر، ولعله ده ممكن يحقق يعني يمكن غفزة أو نهوض للحالة اللي وصل له الآن السودان. يمكن نحن بقينا في درك صعب جدا في المستوى الاقتصادي باعتبار أنه مع بدينا نتنسم بعض البشائر مع أخريات فترة الدكتور عبد الله حمدوك، إلا أنه انقلاب 25 أكتوبر كان قد أوسط كل الأبواب أمام السودان، مسألة إعفاء الديون اللي كان منتظر أنها تنتهي إلى قضايا كثيرة جدا وتمويل استفيد منه السودان، كل ذلك انتهى بسبب الفعل السياسي الذي جرى. يعني صحيح، وقبل أن نرجع للحديث عن مثالية الاتفاق وكيف يمكن أن يكون هذا الاتفاق مثالي، بما أنك ذكرت حديث الحكومة كان هناك سؤال مطروح قبلا في أن كيف ستكون هذه الحكومة، لم يتناول الجميع الحديث عن الحكومة المرتقبة، هل يمكن أن تكون حكومة كفاءات وطنية؟ نعم، هي تمت الإشارة لها أو تم التوافق على أن الحكومة المقبلة هي حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات وطنية ليست مستقلة. مستقلة نعم، ليست حزبية، بينما الممثلي القوى الثورة الموقعة على الاتفاق، لعله الاتفاق واضح أنه عنده ثلاثة أطراف بالأمس من وقعهم، إما قوى الثورة الحية وهذه تعني يمكن كل القوى اللي ساهمت في إحداث ثورة ديسمبر، مضاف لها قوى الانتقال. لا ما كل، أكيد كل دي لا ليست، نعم معظم باعتبار أن الحزب الشيوعي أقرب حزب مشارك كان في الآن خارج، صحيح عندك قوى الانتقال. قوى الانتقال هي القوى اللي يمكن تكون كانت مشاركة في المؤتمر مثل المؤتمر الشعبي وما إلى ذلك كان اليوم وجودهم، إضافة لتوقيع العسكريين أمس على الوثيقة. فبالتالي أعتقد أنه الموجود أو المتاحة المتاحة بحسب هذا الاتفاق للقوى السياسية أنها تشارك في المجلس التشريعي، المجلس التشريعي الذي ظل قائما إبان فترة الدكتور عبد الله حمدوك وأثر قيابه على أداء الحكومة التنفيذية. الآن أنا أعتقد أنه رئيس الوزراء وبالصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الجديد ده يعطيه صلاحيات واسعة جدا، لابد أن يقابل جهاز رقابي أيضا على درجة من القوة حتى أنه يحدث المطلوب في الرغابة باعتبار أنه هو السلطة التي يحتكم إليها الجهاز التنفيذي كله وهي التي تمنح الحصانات أو ترفعها حتى عن رئيس الوزراء. لذلك أنا أفتكر أنه وجود القوى السياسية في المجلس التشريعي ده بيثري الساحة بيعالج كثير من المشكلات عبر القوانين والتشريعات وطبيعة العمل المعروف في البرلمانات. يعني عنوان ثاني في اليوم التالي، جبريل الرهان على المركزي في الانتقال خاسر، وحديث يعني لجبريل عن أن القوى الحرية والتغيير المركزي إذا كانت هي يعني وراهن عليها في هذا الاتفاق فبالتأكيد خاسر، وقد يعني هذا الرأي قد يكون عند البعض من زاوية الحكومة الأولى التي كونت والمشكلات والتحديات التي واجهت هذه الحكومة. أنا أعتقد أنه حديث الدكتور جبريل إبراهيم هو لا يخلو من قبائن واضحة باعتبار أنه استعصموا هم عن الاتفاق يمكن حركتين، ومع أنه بعض الفصائل الكفاح المسلح كانت موجودة في المحفل ومهرت الاتفاق مثل الحركة التي يقودها الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر، الجبهة الثورية. نعم الجبهة الثورية تحديداً.
بالنسبة لموقف جبريل إبراهيم، أنا أعتقد أنه يعني هذه الحجج غير مقنعة، لأنه هو تطلق حديث، لأنه باعتبار أنه القوى الحرية والتغيير اللي هي من أتت أو هي من ساهمت في اتفاق جوبا وترجمته، ولكن في أحدى المحطات يمكن هم تبرؤوا من الحرية والتغيير تماما. فالآن أنا أفتكر أنه حديث لا يعبر سوى عن قبائل شخصية، ليس إلا في تقديري يعني. لكن أيضا يعني إذا سأل يعني السؤال مباشرة، هل الرهان على الحرية والتغيير فقط دون بقية الكتل السياسية يمكن أن يكون في إنجاح لهذا الاتفاق؟ أنا أعتقد أن الكلام هو مردود على دكتور إبراهيم، وإذا لم نفترض إجرائيا أننا دارين نراهن على الوضع الحالي، كيفما بلغنا من فشل يعني، هل في فشل وهو الآن على سدة وعلى رأس وزارة هي الأهم، وفي أكبر أكثر فترة شهد فيها السودان تدهورا اقتصاديا مريعا في فترة تولاه، فهو يتحدث عن الرهان على الآخرين رهان خاسر. بعيدا عن التصريح لدكتور جبريل، الحديث أيضا يعني السؤال عن ما تراه من قراءة للحياة السياسية ومنذ ثورة ديسمبر حتى الآن، الرهان على قوى الحرية والتغيير، هل تعتبره رابح؟ في حاجة هنا يجب أن احنا برضو ننتبه لها، حتى التوقيع ده أمس تم للفصائل المنفردة ليس بتحالفات. صحيح أنه تحالف إعلان الحرية والتغيير هو التحالف العريض في تاريخ السودان، ما كان مسبوق، حصلت فيه تصدعات وتشققات كبيرة خرجت منه قوة مؤثرة جدا الآن، هي حتى بعيدة عن الاتفاق الإطاري ده، عدد من القوى ابتعدت عن هذا، لكن ظل التحالف مستمر باعتبار أنه هو اللي كان بيمثل الطرف الآخر في الوثيقة اللي تم الانقلاب عليها، الوثيقة الدستورية. أفتكر أنه ما في حديث الآن عن قوى إعلان الحرية والتغيير تتحدث، هنالك برنامج يجب النظر إليه. الآن الثورة هل ما أنجزته قوى إعلان الحرية والتغيير سواء كانت جسم المركزي أو خلافه من بنود من اتفاق زي ده يلبي تطلعات وأحلام وأشواق الشعب السوداني أو حتى ثورة ديسمبر؟ ده السؤال المركزي. إذا كان يلبي ذلك فأنا أفتكر إنه ده المبتغى. وهل يلبي؟ أعتقد إنه من يقرأ هذا الاتفاق يجد إنه هذا الاتفاق الآن أبعد العسكريين، أغر الدولة المدنية الديمقراطية التي خرج الشعب السوداني لأجلها وخرج الشباب لأجلها وقدموا ومهلوا فيها كثير. إذن لماذا يعني، إذا كان يلبي أشواق قوى الثورة، لماذا ترفضه بعض هذه الكتل الثورية التي كانت ضمن قوى الثورة؟ لماذا ترفض الاتفاق في رأيك؟ ده معلوم ونقاط محددة قبل تكلمنا عن إنه في الغايات ما في اختلاف، إنه الكل دار يبلغ تحول المدني الديمقراطي، حتى الآن لم نسمع عن شخص يعني يقدح في الديمقراطية، حتى ولو هو ما ديمقراطي يختشي أو يستحي أن يخرج على الملأ ويقول هذا الكلام، ما في زول بيقول، الكل يتحدث عن الديمقراطية الآن بما فيهم النظام البائد، دون أن يقدم نقد يعني كافي. كيف يتحدث عن الديمقراطية وهم الآن حتى يتحدث عن النصوص وهذه الوثيقة وأنها غير شرعية وأنها غير قانونية، وكيف قد أقروا بالديمقراطية؟ الجميع الآن بيتكلم عن انتخابات، صحيح حتى المجموعة بتاعت التيار العريض بيتكلم عنه نمشي لانتخابات، ده كلام، حتى المبادرة أهل السودان تتكلم عن إنه الجميع هم بل يريدون دفع الناس الاتفاق على الخطى يعني القانونية. نعم، الاتفاق قصدك على خط ديمقراطي. نعم، هم متفقين، ما بالتالي أنا ما عشان كده قلت لك ما شفت لي فصيل أو تنظيم أو جهة حتى الآن قالت والله لا النظام الديمقراطي ده لا يصلح في السودان ويجب إنه السودان ده يحكم ما بقوله كده، لكن ما تم إنجازه. عشان كده هل أنت سألت سؤال إنه هل ده بيحقق أحلام وأشواق الشعب السوداني أو تطلعات الشعب السوداني أو أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر؟ أنا أقول وفق النصوص النظرية ده بيحقق، باعتبار إنه حتى الجهة اللي انقلبت على النظام المدني في السودان رجعت وأقرت بخطأ هذا على رؤوس الأشهاد بالأمس يعني القريب، أيضا أمنوا على دورهم في إدارة المؤسسة العسكرية كجهاز مهني على أن يخضع للسلطة المدنية، لأن هذا الاتفاق تحدث عن رأس دولة
هو بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني إذا افترضنا افتراض إجرائي إنه جرأس الدولة وهو مدني حسب النص عليه ورئيس الوزراء بالضرورة مدني وتعينه هو الثورة، فلحظة تنصيب رأس الدولة المدني القائد العام الموجود اليوم سيرفع له التحية. لذلك أنا أفتكر إنه ده تحقيق وده انتصار كبير جدا. أيضا إصلاح الأجهزة العدلية الحديث عنها برضه حسب البنود أمر مهم، لأنه الآن ما يجري ده فيه في دائرة الآن في النيابة تقيم أشياء قريبة جدا، هنالك معتقلين أو معتقلون في السجون دون تدوين بلاغات، دي أليست نجاحات؟ أنا أعتقد إنها نجاحات. نختتم هذه الأخبار من أخبار اليوم وترحيب دولي واسع وحركات بسلام جوبا وقوى سياسية تعلن رفضها للتسوية. وخلينا نتحدث في شيء من التجزئة لهذا العنوان عن سلام جوبا، وذكر أنه سيكون هنالك تقييم وتقويم لسلام جوبا. كيف ترى هذا الوجود وما هو التقييم الذي يمكن أن يكون وتقويم لسلام جوبا من خلال النصوص الموجودة في هذه الوثيقة؟ نعم، أنا أعتقد أنه دي من القضايا الحساسة وأيضا من القضايا من التحديات اللي حتواجه الاتفاق الحالي ده، باعتبار انه لا تزال قوة من كفاح المسلح ترفض هذا الامر، بل تعتقد انه يعني هذا الامر اشبه بالقداسة، يعني انه لا يمكن فتحه ولا يمكن الحديث عنه. لكن اذا كان هي هذه القوة وصلت الى مرحلة ان تتحدث عن مصير السودان، عن كيف يحكم السودان، هل بالضرورة إنه قضية الاتفاق ده اتفاق جوبا تبقى قضية مقدسة أكثر من التفكير في وضع السودان؟ الجميع مقرون بأنه هذه الاتفاقية ضرورية وهي تلبي احتياجات كثير من أقاليم السودان التي وقعت عليها مظالم وكذا، في إقرار كامل لحقها في قسمة الثروة والسلطة وما تم، لكن تشبث الشخوص بالمقاعد ولا يعبر عن هذه المناطق بالضرورة. يعني نعتقد انه عليهم الان ان يجلسوا ويتفاوضوا حول كثير من ممكن ابرز التحديات التي واجهت الجميع في المرحله الفائته الحديث عن سلام الشرق من خلال صحيح. اتفاق جوبا، فكيف ترى حله من خلال هذه الوثيقه؟ نعم، انا اعتقد انه الوثيقه تعاملت بشكل فيه حذر وفيه خصوصيه لموضوع اتفاق جوبا في مساراته المختلفه سواء كان في شرق السودان او كذا، لكن بالنسبه للحال في دارفور افتكر ما في يعني خلاف، حتى في انه الاتفاق ده نص على اشياء الان، ورغم تسلم ابناء دارفور نفسهم اللي على وزارات مهمه جدا لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات الماليه لدارفور، 750 مليون دولار لدارفور موجب الاتفاقيه، ليس لشيء الا لانه الخزانه خاويه على عروشها والاوضاع. فانت تحتاج بالضروره ان تجلس مع الكل في السودان لتتفاكر كيف انك انت ذاتك تحقق هذه المبالغ للاقليم ده، وهم أصحاب المصلحة الحقيقيون الآن يعني يعانون مر المعاناة، يعني لا يزالوا النازحين واللاجئين مكتوين بقضية دارفور. هذا التقييم والتقويم الذي يعني سنكون في متابعة له من خلال الأيام القادمة، ولكن ختاما يعني ما هي رؤيتك في الحديث عن هذا الاتفاق وأنه اتفاق إطاري ويمكن أن يكون الباب مفتوح للجميع، فهل ترى في الأفق اتفاق للقوى السياسية السودانية على هذه الوثيقة لنمضي؟ يمكن هو هذا الحلم الذي يحلم به الجميع، فأن يكون هنالك اتفاق واسع في السودان لنخرج من هذا النفق. نعم، أنا أعتقد أنه هنالك عوامل كثيرة جدا يمكن بتدفع بأنه هذا الاتفاق يمكن يمضي للأمام باعتبار المقايسات بينه وبين المبادرات المطروحة في الساحة. أنا أعتقد أنه حصل زخم كبير لمبادرة أهل السودان، ولكن الفرق أنها ما كانت تحمل مشروع، ما كان في مشروع واضح. أنا أعتقد أنه لو وفقت قوى إعلان الحرية وتغيير الجسم المركزي في شيء، إنها وفقت في إحداث مشروع حقيقي إذا متمثل في الوثيقة بتاعت المحامين، ده المشروع الحقيقي اللي كان فيه نقاط فوق الحروف يعني، أو كان مقنع لحد ما،
فلنقل انه حتى للمجتمع الدولي كان مقنع، حتى ولو ان القوى تسمى القوى الثورية الجذري يعني والرفض دي واللي بتنادي بالمساله دي ما كان تسنى لها انها يعني تسوق مشروعاتها بالشكل الواضح ده. انا افتكر انه لو في عامل مساعد ايضا قبول المجتمع الدولي للمساله بتاعت الاتفاق ده واعلانه بانه حيتبنى ويرعى او يدعم يعني تطور هذا الاتفاق حتى بلوغه الاتفاق النهائي، افتكر انه دي فيها نوع من المحفزات المهمه اللي بتخلي فرص هذا الاتفاق اكبر من غيره يعني. شكرا جزيلا أستاذ يوسف سراج الدين، وكان تحليلا لمختلف العناوين الصادرة في صحافة الصباح لليوم. شكرا. شكرا. مشاهدينا، يتواصل معكم هذا النبض الحي تغطية لرد الفعل حول الاتفاق الإطاري ومجموعة من العناوين والمساحات ستكون من خلال هذه التغطية بعد الفاصل.
لكم التحايا مشاهدينا في كل مكان. يتواصل معكم هذا النبض الحي رصدا لردود الأفعال حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بالأمس، وتستمر هذه التغطية الخاصة لقناة الشروق. معنا داخل الاستوديو الأستاذ عثمان أبو الروس نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، مرحبا بك. مرحبا بك عثمان أبو راس. مرحبا بك. وأيضا نرحب بالأستاذ نصر الدين رحال، هو محامي وقيادي في الحرية والتغيير وعضو لجنة صياغة الدستور، مرحبا بك. مرحب 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 بقناة الشروق ومرحب بالمشاهدين الكرام. مرحبا بك. وبداية، بما أنك في لجنة المحامين لصياغة الدستور وقد خرجت هذه الوثيقة أيضا من لجنة المحامين، هل ترى هذا الاتفاق يلبي أشواق الشعب السوداني؟ أول حاجة أنا يعني التحية لقناة الشروق، وعبرها أحيي المشاهد الكريم وأحيي نضالات الشعب السوداني الذي ظل دائما في نضالات مستمرة، قاوم وناضل كل الشموليات التي قبعت على صدر الشعب السوداني في ثورات ضخمة، ثورة أكتوبر 64 ورجب أبريل 85 والانتفاضة ديسمبر المجيدة. التحية للشعب الكريم وتحايا لشهدائنا الأبرار الذين استشهدوا في أبان ثورة ديسمبر المجيدة، وكذلك الذين استشهدوا أيضا بعد انقلاب 25 أكتوبر، تحية لهم جميعا. حقيقة نقابة المحامين اللجنة التسييرية حركت البركة الساكنة بابتدار لمشروع الدستور الانتقالي، وفي داء دعت كل القوى الثورية والقوى السياسية لها مساهمة في العمل السياسي بالبلاد، واجتمعوا في دار المحامين وناقشوا القضايا التي يجب أن تناقش وهي ضمن قضايا الفترة الانتقالية. وحقيقة من هناك كانت البداية التي حركت البركة الساكنة، وطرحت هذه الوثيقة لكل الأطراف الذين كانوا جزء من المشاورات في ذلك في تلك الأيام بدار المحامين بشهر 61، والذين لم يكونوا جزءا من تلك النقاشات سواء كان قوى الحرية والتغيير أو قوى الكفاح المسلح أو قوى الانتقال كما يسمون جداد الحزب المؤتمر الشعبي والإخوة في أنصار السنة وغيرهم من القوى التي لها رأي في العمل العام في البلاد، كانوا جزءا من هذه النقاشات ناقشوا كل القضايا التي أثيرت في مشروع الدستور الانتقالي إلى أن أصبح في نسخته الأخيرة التي هي بين في وسائط متداولة وكل الناس يطلعوا عليها، ثم عرضت أيضا للبعثة الأمم المتحدة فولكر وكل الناس الداعمين لعملية الانتقال عرضت لهم هذه الوثيقة، وكذلك عرضت للإنقلابيين القوى العسكرية اللي قادت انقلاب 25 أكتوبر وأبدوا بعض الملاحظات عليها، ثم جمعت هذه الملاحظات ومن ثم تكونت لجنة السياقة. صيغت هذه اللجنة السياقة في الدستور الانتقالي الحالي، مشروع الدستور الانتقالي، وإلى أن قادنا إلى هذه المرحلة التي بالأمس شهد الشعب السوداني، وأنا أهنئ من هذا المقر كل الشعب السوداني للتوقيع الاتفاق الإطاري، وأشيد بجهود كل الذين قاموا بهذا الدور، كل القوى الحرية التغيير الفاعلين اللي قادوا إلى هذا العمل. صراحة الشعب السوداني عانى الأمرين ويعاني أشد، ولذلك ما كان أمامنا. عن القوى السياسية المختلفة، وزي ما ذكرت هي عرضت عليها هذه الوثيقة، هذا سنعود للحديث عنه، ولكن السؤال كان هل هذه النصوص تلبي أشواق قوى الثورة وأيضا الشعب السوداني؟ مطالب قوى الثورة هو الشارع، وأنا جزء من محامين الطوارئ وجزء من لجنة الميدان لقوى الحرية والتغيير، ولصيق بالمطالب الشارع كل المطالب الشارع
اللي بتنادوا عنها القصاص تناقش في مسألة العدالة والعدالة الانتقالية، عودة العسكر للسكنات، ناقشت الوثيقة الدستورية عودة العسكر للسكنات، والسلطة المدنية الآن ناقشت السلطة المدنية، وحسمت هذه المسألة في المشروع الدستوري الانتقالي، وكذلك حسمت في الاتفاق السياسي الإطاري الحالي. إذن أستطيع أن أقول لبت هذه الوثيقة، وكذلك لب الاتفاق السياسي الإطاري طموح الشعب السوداني. ليس كل ما يدركه المرء كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن أستطيع أن أقول أغلب مطالب الشارع وأغلب مطالب الشعب السوداني لبت المشروع الدستور الانتقالي ولبت الاتفاق السياسي الإطاري. أستاذ عثمان، يعني الحديث لنصر الدين يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو ملبي لأشواق القوى الثورية وأشواق الشارع السوداني، وهذا قد يطرح سؤال مباشر لكم في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. إذا كان هذا الاتفاق يلبي أشواقكم كقوى ثورة، لماذا تتحفظون عليه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بك أستاذة، ومرحب بزميلنا الأستاذ نصر الدين. أنا الحقيقة عايز أعلق على جملة قصيرة بتعبير موجز. في مطعم فاتح كاتب بكرة الفطور مجان، والناس مشوا المطعم بكرة وجرسون بيحاسب فيهم. قال لي يا أخي أنت ما قلت بكرة الفطور مجان؟ قال لهم ما بكرة الفطور مجان. فالحديث عن إنه يعني هذه الوثيقة تلبي أشواق السودانيين ده شيء سابق لأوانه، لم نرى له. الآن نتحدث الجانب النظري، ولكن حديثك أيضا يعني تعني أن إنفاذ هذه الوثيقة يمكن أن يكون فيه مشكلات. يعني ده جزء من التقدير. في مسائل جوهرية، يعني لما نتكلم عن إنه تلبي مطالب الشارع، مطلب الشارع الأول اللي بيوصله لبقية مطالبه إسقاط الإنقلاب. هذه الوثيقة فيها شراكة مع الإنقلابيين، فلا يعقل أن يسقط الإنقلابي نفسه، سيما إذا كان هذا الإنقلابي نفسه جرب أكثر من مرة وحنث الوعد والعهد والميثاق، والليلة بتاعت التوقيع نفسها يوم التوقيع نفسه شهدت الشوارع إنه هذا اللي بيتحدث عن الدولة المدنية وإلى آخره بيضرب ما متحمل متظاهرة تطلع في باشدار ولا في شروني ولا في المؤسسة ولا في الأربعين، بيضرب فيهم بالبومبان، واستمر من يوم انقلابه متواصل في هذا الأمر. فأثق فيه كيفين في أنه يمكن أن تلبي. أنا بقول أنه ده ممكن يحصل، ومحتاج لمزيد من البحث في تفاصيله، نجيها لما نجي للتفاصيل. ولكن الأولوية في أننا نحن نخط الحصان قدام العربة، بذل الجهود لبناء الجبهة الشعبية العريضة لإسقاط الانقلاب، ومن ثم نجي للإصلاح العدلي والإصلاح العسكري وإلى آخر. سنعود للحديث عن الشراكة، ونعود أيضا لآلية ما تتحدث عنه أنه كيف يمكن أن يكون، ولكن كان يجب أن نبتدر بسؤال أيضا. تحدث أستاذ نصر الدين بأن هذه الوثيقة وهذه النصوص قد عرضت لكل القوى السياسية، فهل عرضت عليكم هذه الوثيقة؟ طيب، يعني نخش بشفافية قدام شعبنا. لما نقول إنه والله الوثيقة قيل إنها هي دي مشروع، ولما نقول ونحن جزء من الحرية والتغيير، قلنا لن نذهب لحل إلا بعد ما نستصحب هذا الحل مع قوى الثورة. والثورة منه حرية وتغيير، لجان مقاومة، أسر شهداء، وكل الرافضين لانقلاب 25 أكتوبر. ما حنمشي برانا على الإطلاق، إذا ما وافقت عليه ما حنمشي. طيب، في شيء حصل أخطر من كده، إنه لما نطلب من القوى السياسية المختلفة في المكتب التنفيذي وفي المجلس المركزي تقدم ملاحظاتها، لم ينتظر الممسكين بالأمر مناقشة هذه الملاحظات، وذهبوا فورا لتحديد ميعاد للتوقيع.
يعني عرضت عليكم هذه الوثيقة، كنتم موجودين ضمن الذين يعني كانوا وقدمنا ملاحظات وقدمنا النصوص. ملاحظات مكتوبة لم تناقش هذه الملاحظات. اتقال تدعمي اللجنة تقعد معاكم، قعدت معانا لجنة مرة ومرة ثانية ومفترض مرة ثالثة، ولكن هم ذهبوا. وهل كان الانسحاب لأنهم لم يعني يخضعوا لهذه الملاحظات ولم يتناولوا هذه الملاحظات من خلال النصوص والتعديل؟ لماذا انسحبتم وقد بدأتم معهم يعني صياغة هذه النصوص؟ نحن هسه ما قلنا انسحبنا، نحن ما قلنا انسحبنا، ما وقعنا لا الآن أنتم رافضين لهذا. نحن هاي رافضين، رافضين التوقيع، لأنه لن نذهب لحل بدون قوى شعبنا، ولن نمد أيدينا، ولن نشرعنا الانقلاب. الانقلابيين ديل مكانهم المحكمة. أنت بتحاكم البشير على شنو؟ لأنه ارتكب انقلاب. البرهان ورهطه الانقلابيين ديل مكانهم الطبيعي محاكمة على جريمة انقلاب 25 أكتوبر وكافة الجرائم اللي ارتكبت بناء على هذا الانقلاب. سأعود لهذا الحديث، ويمكن هي أسئلة لابد من الإجابة عليها أستاذ نصر الدين في الحديث عن الشراكة المرفوضة والتي أنتم الآن تمارسونها، هل هي شراكة حقا أم شيء آخر؟ ولكن خليني يعني أخذ ما تحدث عنه في الآخر في الحديث عن العدالة، ويمكن هذا ما تناولتموه من خلال النصوص في حديث عن العدالة الإنسانية. هل يمكن أن يكون هذا يعني الجلباب الواسع للحديث عن تجزئة العدالة في من يحاكمون ومن لا يحاكمون؟ والحقيقة أنا قبل أن أجيب على سؤالك دعيني أن أعلق على حديث عمنا عثمان أبو راس. حقيقة يعني حزب البعث بلا شك هو واحد من أعتق وأقوى الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في العمل السياسي، وهو دائما في العمل الجبهوي ده هو يعني أساسي في كل الشموليات، ولا زال هو أساسي. ولكن حزب البعث العربي الاشتراكي هو كان جزء من كل التفاصيل داخل قوى الحرية والتغيير بمكاتب المختلفة، سواء كان المكتب التنفيذي أو المكتب المجلس المركزي أو اللجان المتخصصة الأخرى. وعرضت عليه هذه النقاشات سواء كان مشروع الدستور الانتقالي أو سواء كان تفاصيل التي وردت في الاتفاق السياسي الإطاري، وهو جزء من العمل تماما. ده بخليني اقول طوالي يعني استلهم معي القاعده الفقهيه اللي جاء في قانون إثبات: من سعى لنقد ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. فهو هم الاخوه والرفقه المضالين في الحزب البعث كانوا جزء اصيل من المساله دي، ولكن التقديرات الجادة تقديرات جديدة. بيبقى هو السؤال، هو لم يتحدث عن نقد، هو السؤال المطروح أن لحزب البعث تحفظات يعني. بس خلاص ما هو تحفظات، لماذا هو لم تشمل يعني هذا النصوص تحفظات؟ لماذا ساعدتم إلى التوقيع؟ إحنا في لحظة مفصلية حرجة، دعيني أن نناقش هذه المسائل بكل شفافية، لأن إحنا مقبلين على هذا ما نريده تأسيس الشفافية. أيوة، تأسيس لفترة انتقالية جديدة دون أي قبن، دون أي دس على بعض الحاجات الناس بيفتكروا انه عليها تحفظات. حزب البعث العربي الاشتراكي كان ولا زال جزء من هذا التحالف وجزء اصيل من هذه الاتفاقات كما ذكرت لك، لكن ده بمقدور الناس اللي كان بيقدر يعملوه هو ده. اذا في اليات ثانيه اخرى غير الاليات دي يمكن ان تقودنا الى التحول المدني الديمقراطي، غير الاشياء المكتوبه والمقروءه فليأتوا به. قبل أن تجيب على السؤال الثاني يتعلق سأعود الآخر لك بعدالة العدالة سأعود للحديث عنها، ولكن بداية يعني أو أرجع لك في حديثه عن الآليات. يعني هو يقول هذا هو المتاح الآن، هل ترون آليات كان يمكن يعني أن تكون موجودة وأن تنفذ هذه النصوص وحتى تشمل تحفظاتكم لتكون هي موجودة من خلال هذه الوثيقة للتوقيع عليها؟ أنا يعني ما عايز أناقش هل كان من الممكن إنه يكون في شيء آخر. نعم كان ممكن يكون في شيء آخر. الشيء الآخر اللي كان ممكن يمشي لقدام هو أن نستصحب معانا قوى الثورة ونناقش ملاحظاتها المختلفة، ما نتفق عليه هو اللي بنمشي له، وده الضامن الوحيد لانتصارنا. هو تحدث عن كل قوى الثورة كانت موجودة وعرض عليها هذه النصوص. أنا يعني مع كل التقدير والاحترام، إذا عايز تفاصيل وقائع اجتماعات أنا بقول يوم الخميس الماضي عقد اجتماع للمكتب التنفيذي
وفي نفس اليوم كان في اجتماع للمجلس المركزي، وقبله شكلت لجنة تقعد معانا في ملاحظات. قعدت معانا اللجنة وامتدى لغاية ميعاد اجتماع المكتب التنفيذي. حصلنا باقي الاجتماع بتاع المكتب التنفيذي، وحضرنا باقي الاجتماع بتاع المجلس المركزي، وتقرر مزيد من التواصل. اللجنة تواصل وشوفوا يمكن أن يتفقوا على شنو. ده كان بيقتضي إنه الناس ينتظروا ما توصلت إليه اللجنة، تقول والله نحن توصلنا لكده، اتفقنا على كده، قبل ما تمشي وتقول والله أنا عندي مواعيد لتوقيع توقيع. في ناس عندها ملاحظات، أنت ما ناقشت الملاحظات دي. الكلام ده لو في زول في المكتب التنفيذي يمكن أن ينفيه، أنا بقول إنه ده على شهود الأعيان حاضرين اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس المركزي واللجنة الكلفت بإنه تقعد معانا. قعدنا في دار تجمع الاتحادي يوم الخميس، ويوم الجمعة أيضا قعدنا في منزل الأخ الحبيب الواثق، واتفقنا على أن نتواصل مرة تانية، لكن كانت الإعلانات السبت. فالاثنين يعني أنت عايز تخدتني قدام أمر واقع، ما ناقشتني في تفاصيله، ما خدت بالك لملاحظاتي، بصرف النظر عن رأيي في المضمون. لكن أنا أفتكر أنه دائما نهج نحن إذا بنتكلم مع شعبنا بشفافية ينبغي أن نمارس هذا النقد لهذا النوع من التجاهل، أو ماذا أقول التعبير إياه ذاك بتاع السواقة بالخلا يعني. ردك أستاذ فضل. والله أنا يؤسفني جدا أن نتكلم ونحن حلفاء في تحالف واحد ولا زلنا بلغة متنافرة، ولكن الوضوح هو مهم، لأن الشعب السوداني يجب أن يفهم التحالف ده هو ده التباين، والتحالف ده هو اللي بيقوي العمل دائما، العمل العام هو بيقوي شكل التحالف. لكن أنا في تقديري كان هم يوضحوا ملاحظاتهم، يعني بتكلم عن رؤية حتى الآن ما استبانوا، يعني الاتفاق ده أي زول وجد تأييد كبير داخلي وخارجي. أنا في تقديري كان يقولوا ملاحظاتهم. الشراكة اللي بيتكلم عنها قبيل ما في شراكة، شراكة في الفترة اللي فاتت في الوثيقة الدستورية المنقلب عليها، ولكن هذا الاتفاق لم يكن هناك شراكة بيننا وبين العسكر، بل السلطة كلها مدنية بكل أجهزتها، أجهزة السلطة الانتقالية كلها مدنية. نفهم من حديثك هل ملاحظاتهم لم تكن واقعية، أم أن هذه الملاحظات لماذا لم تنتظر حتى تضمن ضمن هذه الوثيقة؟ الأستاذ عثمان براس مع احترامي له هو تكلم عن أنه ده لا يلبي الطموحات. إحنا تكلمنا عن الكلام المكتوب ده وقلنا بلبي الطموحات. رؤيتهم شنو في أنه يا أخي الاتفاق ده الحاجة اللي ما بتلبي الطموحات شنو؟ دخول العسكر للسكنات، دخلوا السكنات، محاكمة العسكر، تكلمنا عن العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح تفكيك النظام، كل المسائل دي واردة في الاتفاق. إذا ما هي الأشياء اللي يتكلموا عنها؟ لا توجد أي شراكة ما بين العسكر وما بين الفترة الانتقالية الخادمة على الإطلاق، ولم تشير الوثيقة المشروع الدستور الانتقالي ولا الاتفاق السياسي الإطاري لأي مشاركة في أي شكل من أشكال مؤسسات الحكم المعروف والمعلومة الدستورية. ولكن هو يتحدث عنه وكان له ملاحظات، ولذلك ما قيل عن المناقشات التمت سواء كان في المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي، المسألة دي حسمت ودعو على اجتماع، أنا حسب علمي دعو على اجتماع كبير وموسع ونوقشت هذه المسائل. الصحيح تكونت لجنة وتحسم الأمر ده عبر الحضور اللي كانوا حاضرين، وحدد المواعيد، ضربت مواعيد توقيع المواعيد دي ومشوا على القصة دي، هم لا زالوا موجودين داخل القوى الحرية وبيحضروا الاجتماعات المكونات والحرية التغيير، لا زالوا بيحضروا الاجتماعات سوى الملاحظات الأخيرة. الموقف طرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري السياسي، وهي يعني بالنسبة لهم قد تكون هذه الملاحظات مهمة سنعود للحديث عنها، ولكن أيضا كان حديثه عن هذه العدالة وتجزئة العدالة. كان سألتك سؤال من خلال هذه النصوص، موجود نص في حديث عن ينص على المسمى العدالة الإنسانية، فهذا يريد يعني شيء من التفنيد لهذا النص، وهل هذا يعني ما ذكره أستاذ عثمان بأنه هنالك من لا يحاكمون وهنالك من يحاكمون على ذات الجرم؟ الإنقاذ طوال 30 سنة دي أقرقت كل الأجهزة العسكرية والمدنية والعدلية بعناصر كيزانية مشيطنة. الملف العدلي ده لا نستطيع أننا نتفق معه تماما، لا نستطيع في ظل وجود الكم الهائل من الاستيطان الكيزاني داخل هذه الأجهزة العدلية أن نحاكم رموز النظام إلا بفكفكة
وإصلاح هذه الأجهزة إصلاح حقيقي، وده ما بتم إلا عبر بروسيس مكتوب ومتفق عليه في هذه المشروع الدستور الانتقالي، ومكتوب ومنصوص عليه في الاتفاق السياسي الإطاري، وده داير وكد يعني فساد بتاع 30 سنة عشان داير تقوم أجهزة تقوم على محاكمة رموز النظام. أنا بفتكر إنه ده إصلاحه محتاج وكد، محتاج لاختيار عناصر قوية عندها المقدرة على معرفة بؤر الاستيطان الكيزاني عشان تفكك الاستيطان الكيزاني الموجود داخل الأجهزة العدلية أو الأجهزة المدنية. ولذلك محاكمة رموز النظام بتتم وفق بروسس ماشي ومتفقين عليه، وحيتم خلال 24 شهر المتفق عليها في الاتفاق السياسي الإطاري تم توقيعه بالأمس. الحديث عن العدالة الإنسانية، ماذا تعني هذا المسمى يعني العدالة الإنسانية؟ أنا العدالة هي طبعا المشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري تكلم عن العدالة والعدالة الانتقالية، ده تكلم عنهم بكل وضوح. لكن في ظلم اجتماعي ووقع على جزء من الـ من الـ من الـ من, الـ من الضحايا وجزء من الناس اللي كانوا بيفتكروا واقع عليهم تهميش وعناصر اخرى موجوده داخل الدوله السودانيه بتفتكر انه طوال 30 سنه وقع عليها مظلمه، ولذلك هذه المظلمه لا ترفع الا عبر بروسس عدلي محدد تكلمت عنه العداله الانتقاليه في 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 واحده من البروسسات الاداره الانتقاليه بتتم كيف نقدر ننصف الناس اللي وقع عليهم ظلم اجتماعي او الظلم اللي يتكلم عنه كل المظالم. العداله عندنا هي عداله واحده لا تتجزأ، سواء كان عداله انتقاليه او العداله الجنائيه اللي بيتكلم عنها القانون الجنائي او القوانين العقابيه الدوليه، سواء كان قانون الدول الإنساني أو قانون القوانين المعروفة والمعلومة. إحنا كمحامين أو المحاكم اللي بنترافع فيها لمحاكمة أي زول ارتكب جرم مخالف لأي نص قانوني موجود وفي الدولة. سأتحدث في جزئين من حديث أستاذ نصر الدين أستاذ بروس، أو بداية الحديث عن هذا الحديث عن تحفظاتكم، وقال أنها كانت هناك تحفظات أولية وتمت المناقشة في جوانب مختلفة، ولكن هذه التحفظات الأخيرة التي يبدو حسب حديثه أنه لم تكن يعني لها جوانب واقعية أو منطقية، فما هي هذه التحفظات الأخيرة التي تحدث عنها؟ هي ما تحفظات أخيرة، هي تحفظات سلمت لسكرتارية المكتب التنفيذي والمجلس المركزي. ما هي؟ ولم تناقش لا في المكتب التنفيذي ولا في المجلس المركزي، بل وقعدوا يتساءلوا عنها، قلنا سلمنا لكم مرتين سوفت وهارد الاثنين للسكرتاري. الاجتماع اللي بيتكلم عنه انه اجيزت وما اجيزت لم تجاز من اجتماع للمجلس المركزي، وانا عضو في المجلس المركزي وعضو في المكتب التنفيذي للحريه والتغيير. اخر اجتماع للمجلس المركزي كان يوم الخميس يوم الجمعه نحن قعدنا متواصلين مع الإخوة الواثق طه أيمن كمال بولات إلى آخره، قعدوا معنا نحن مجموعة من الحزب بنناقش في هذا الأمر. العجلة في شنو؟ السؤال هو العجلة في شنو؟ أنا بفتكر في نقطة مهمة يعني اسمح لي أقولها، نحن إن لم نشخص طبيعة الأزمة، الأزمة هي ذات شنو؟ بعد ذاك الكلام عن الحلول بيبقى فيه يعني خلل بيبقى سابق. لنعرف هذا الجانب كان حديثي وسؤالي، ما هي تحفظاتكم التي تجاوزها يعني تجاوزتها هذه الوثيقة؟ أولاها تشخيص الأزمة في إنه الأزمة دي في انقلاب اسمه 25 أكتوبر أطاح بفترة انتقالية، أطاح بمشروع تحول ديمقراطي، تبقى الأولوية في مناقشة كيف نصل لمخرج إسقاط الانقلاب. السبيل لإسقاط الانقلاب ده متفقين عليه نحن في الحرية والتغيير كلنا، جبهة شعبية عريضة إلى آخره تصطحب معاها كافة قوى الثورة، ترتب لحراك في الولايات وفي العاصمة مع بعض، ونحن أعضاء في اللجنة التنظيمية سويا الأستاذ نصر الدين في دي، ووضعنا برامج حتى في ورشة للولايات عقدت يوم 29 و30 من الشهر الماضي، واتفقنا في هذه الورشة إنه نحن نصل للولايات في ميعاد أقصاه الأسبوع الأول من ديسمبر، وده ما حصل وما تم اهتمام به على الإطلاق. ونحن الليلة في يوم ستة حنصلكم، وناس الولايات قالوا نحن ما بنقبل وصاية من المركز ولازم نمثل في المجلس المركزي وما تجيبوا لنا أشياء وتقول لنا أبصموا عليها.
انا افتكر ده شيء مهم. انت اذا عايز توسع قاعده المشاركه مع قوى الثوره دي لابد ان تستمع له. السامع استاذ ابو الراس قد يكون حديثه في جوانب مختلفه. نحن الان يعني نمثل الشعب السوداني المحايد، يعني جوانب مختلفه لهذا الحديث. بدايه بحديث عن المواجهه الشعبيه وهذه المواجهه التي 4 سنوات يعني ابنائهم في الطرقات، منهم من استشهد ومنهم من جرح وغيرها، وهذا يعني مرهق بالنسبه لهذا الشعب. جانب اخر في الحديث عن وجود العسكريين في السلطة، قد يكون هذا الاتفاق أيضا هو يعني خروج للعسكريين عن السلطة، فما هو المطلوب في هذا الجانب؟ يعني هو يمكن العسكريين شركاء في تصميم هذه العملية، ما مشوا بها براهم، هم مشوا وخدتوا يدينهم على هؤلاء الانقلابيين وقال لهم في آخر كلام له وهو طالع، ما هي العملية التي تتحدث عنها؟ النصوص التي وجدت من خلال هذه الوثيقة في الاتفاقية، اتفاقية ذاتها، قال العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، ولو ما حصل توافق ما حصل. أنت الآمر الناهي، أنت الفرعون، أنت لا أريكم إلا ما أرى، ده موجود. فما تقول لي العسكر مشوا السكنات، عسكر ستيل موجودين. ونحن نتكلم عن العسكر جيش سوداني او مؤسسات، على العين والراس كل مؤسساتنا وديل ابنائنا وكده، لكن احنا بنتكلم عن انقلابيين بيتسلطوا على الجيش باسم الشعب وعلى الشعب باسم الجيش، وبيدعوا زي ما هو ادعى قبل كده واشار لثلاثه قوى، قال بحذرهم من انهم هم يمدوا يدينهم في عمل سياسي اسلاميين شيوعيين وبعثيين، لاك كده بلسانه بعثيين. انت في قانون واضح جدا في القوات المسلحه، البيمشي يشتغل في الجيش ده بودو بيحاكم يعني بقانون القوات المسلحه، وهكذا انت نفسك اللي عملت الانقلاب ده يعني مفترض انك انت بتحاكم. هذه النصوص التي تحدث عنها، هذا يقودنا لحديث يعني هو دائر ايضا في الاوساط الاعلاميه في حديث عن هذه الوثيقه، لم تصدر اصلا من لجنه المحامين او غيرها، هي نصوص اتت معلبه ليوقع عليها او لتوقع عليها قوى الثوره السودانيه. فنريد ايضا اجابه منك وفي شرعيه ايضا لجنه المحامين في اخراج هذه الوثيقه. طيب دعيني قبل ان اجاوب على هذا السؤال ان اعلق على جزئيات من حديث استاذنا وعمنا عثمان ابو الراس، له التحيه والاحترام. الحقيقه هو سال عن انه تشخيص الازمه، الازمه مشخصه كل شخصناها مع بعض، تقول الحريه والتغيير وماشيين عبر اجراءات سياسيه في اسقاط او انهاء سمي ما تشاء هذا الانقلاب، وده ماشيين فيه عبر البروسيس السياسي، العمليه السياسيه الان هي ماشيه. طيب وبتكلم عن ماذا الاستعجال؟ انت تكلمتي عن انه المعاناه على كاهل الشعب السوداني، نحن نتكلم عن انه يا اخي الاستعجال، دواء الاستعجال كثيره طبعا، انتوا كلكم تعلمون انه الان البلد دي فيها كميه من المشاكل، ما في زول عايز يعني يذكروا بانه والله البلد دي الازمه اللي هي عايشاها، ولذلك استعجالنا على انهاء الانقلاب ده وعلى دخول اجبار العسكر على دخوله من السكنات هو ده كان اللي بيخلي الناس يستعجل. اما فيما يتعلق بتوسيع المشاركه وفتح الجبهه، الجبهه دي فتحت ودعوا كل الناس بما فيهم الاخوه في حزب الشيوعي السوداني التحرير لهم ايضا دعوا للالتحاق بهذا التعالق الا انهم رفضوا، ظلت ايادك والحريه والتغيير ممتده لكل الناس. الحديث عن التوسيع مطلوب قبل ان ولا زال على ولا زال هذا الاتفاق الاطاري، ندعي له كل الناس انه يكونوا جزء من العمليه سواء كان قبل ان نجيب على التوفيق. هذه الاسئله طيب. الحديث عن ساعود اليك في الاسئله الجزئيه التي ذكرناها من خلال هذا الحديث، ولكن حتى انا نتجاوز حديثك عن السؤال عن ساعود للحديث عنها، لكن في حديثك عن الحريه والتغيير وطريق لتوسيع هذه القاعده، يعني الملاحظ لقوى الحريه والتغيير انها تفقد منذ الثوره حتى الان في كل مرحله جزئيات مختلفه، فكيف يمكن يعني ان تمضي في توسيع الشراكه والخروج ايضا لاتفاق لطيف واسع من القوى السياسيه او قوى الثوره؟ والله انا ما فاهم قصدك شنو بفقدان جزء، احنا لا والحريه التغيير بالعكس الان قوى الثوره عندما بدات بعد يعني الوقت التي وقعت على الوثيقه في 19 ديسمبر حتى الان لم تفقد جزء كبير من الحريه والتغيير، لم تفقد جزء كبير من الذين كانوا موجودين من خلال التوقيع على هذه الاحزاب السياسيه المختلفه اذا كان حزب البعث او غيره حتى؟ بالعكس 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 بالعكس، القوى الحريه والتغيير هي توسع معونه المشاركه واحتضنت في داخلها مجموعه من القوى السياسيه النشطه
هي جزء من العملية، لم تفقد ولم يسقط منها أي أحد، حتى الحزب البعث الاشتراكي العربي الآن هو داخل هذا التحالف العريض ويعمل، وإحنا يعني بنفتكر أنه هو يجب أنه يكون داخل هذا التحالف العريض، لأن العمل ده هو جزء من العمل ده بناه، ويصبر مع الناس لحد ما العملية دي تمشي إلى مصبة ونهاياتها. يعني إحنا أبدا إطلاقا تحالفنا ده ما سقط منه ولا زول، باستثناء الحزب الشيوعي السوداني، وده عنده تقديراته والرأي، وقاله بوضوح منذ البداية دعا لطريقة محددة سماها الجزرية وشقال فيها بالشارع وكده، لكن إحنا في تحالفنا ده ما فقدنا زول على الإطلاق، كلنا متماسكين ومتوحدين، ناقشنا هذه المسائل بتوافق وتراضي، وقدنا هذه العملية إلى أن توصلنا إليها بالأمس. على الإطلاق ما في أي زول سقط مننا حتى هذا اللحظة. قوى الثورة التي بدأت في البداية بالتأكيد كان تحالف واسع جدا، شمل حتى الحركات الكفاح المسلح، الأحزاب المختلفة المناوئة للنظام السابق، والآن يعني نتحدث في جزئيات مختلفة، حتى في الاختلاف على يعني التوقيع على مجرد هذه الوثيقة، سنعود للحديث عن هذا الجانب، ولكن سؤالي أيضا عن هذه الوثيقة والحديث الدائر بأن هذه الوثيقة أتت جاهزة وأنها لم تخرج حتى من السودان ولا من لجنة المحاميين وغيرهم. طبعا حديث كذب وافتراء وبتاع قوة مضادة لقوة الثورة، وكلكم تشهدون أنه أبان الأيام التي كنا نناقش، والمحامين دعينا كل القوة السياسية الفعلة كما ذكرت لمناقشة قضايا الفترة الانتقالية، كلنا بما فينا حزب البعث وعايزين نعمل مشروع دستور انتقالي، شهد دار المحامين في شهر 61 هجوم شرس من المؤتمر الوطني بحضور القوة العسكرية والشرطية، كانت حاضرة، حاولوا أن يفضوا هذا الاحتفاء، حاولوا أن يفضوا هذا الاجتماع والنقاش إلا أنهم ما استطاعوا، ولذلك حاولوا أن يشوشوا للناس أنه الوثيقة الدستورية دي معلبة ومقصرة، والكلام ده ما صحيح. الكلام ده هنا حضور وشاهد عليه، والأصار السنة بيشهد عليه، والمؤتمر الشعبي بيشهد عليه، والانتقال بيشهدوا على أن هذه الوثيقة قضاياها كلها نوغشت في المنضدة وتمت التوصيات وجوانب رفعت. وجوانب أخرى لشرعية الوثيقة، سؤال كمحامي، ما هي يعني ما يعطي هذه الوثيقة الشرعية لتكون هي وثيقة يجمع عليها الشعب، وهذا الدستور الذي تحدثون عن أن هذه الوثيقة وفقا لها ستكون مفوضية الدستور ودستور ده يعني انتقالي، من أين تأتي هذه الشرعية؟ إحنا في فترة انتقالية استثنائية، ودائما في الفترات الاستثنائية الانتقالية بيحصل توافق ما بين القوى المضادة للإنقلاب أو قوى الثورة سميها ما تشاء، بتتوافق حول دستور انتقالي عشان يحكم قبضته على الفترة الانتقالية، وده الدستور ده الفقهاء الفقه الدستوري يسموه أبو القوانين، يسود على كل القوانين، ولذلك الشرعية اللي تتكلمي عنها أنت إذا قصد الدستور اللي بيجي عبر الجمعية التأسيسية أو المجالس التشريعية، نحن نتكلم عن دستور يحكم فترة انتقالية، وده شرعيته بتكمن بياخد شرعيته من القوة التي ناقشته اللي هي جزء من إدارة الفترة الانتقالية، بتحتكم به تحكم به نفسها وبتحكم به الآخرين في الفترة الانتقالية المحددة، تجي شرعيته من هناك، يعني الشرعية بتاعته بتجي من خلال النقاش، من خلال التوافق عليه من كل القوى المشاركة. هل قانونيا كقانوني هذه يعني الشرعية من النقاش هذه قانونية؟ طبعا قانونية من وين؟ هو الدساتير دي ما بتجي من عوام الناس، والقوة دي تمثل عوام الناس، يعني انت لا تستطيع انك تجمع كل الناس في لحظه من اللحظات عشان تناقشوا في القضايا، لكن ممثلينهم في قوى الاحزاب السياسيه وممثلينهم في القوى الحيه المشاركه في العمليه السياسيه تناقش، وديل بيكونوا اوريدي هم رايهم ده بيمثل الاغلبيه الموجوده في النقاش، ولذلك رايهم وارائهم تنعكس في كل القضايا المطروحه، سواء كان قضايا العداله او قضايا الاقتصاد او القضايا المختلفه التي يناقشها الدستور، بتنعكس هنا وتبقى الدستور الانتقالي بيحتكم له الناس، زي ما حصل في الوثيقه الدستوريه الانتقاليه المغلوب عليها. يحتمل يعني وجهات نظر مختلفه، سنعود للحديث عنها وسنتحدث عنها في ايام مقبلات، ولكن اريد ايضا يعني ان في الختام اتحدث استاذه والراس عن حديث، هل يمكن أن يكون هذا الاتفاق الإطاري مفتوح لتوقعون أنتم ومن يعارضونه يعني في أيام مقبلة؟ والآمر الناهي فتح
هذا الاتفاق للكل بالنص نفسه، كل من يوقع على الإعلان السياسي ده اللي حيبقوا جزء من المؤسسة اللي حتشكل ما يسمى بالحكومة المدنية، السلطة المدنية، معناه تعويم لقوى الثورة تصبح لا تتجاوز بقعة الزيت في محيط من الفلول الموجودين. معلش أنا ما قاطعتك يعني، خليني أكمل جملتي. مفتوح هذا الباب لكل من حيوقع، ديل حيمشوا يشتغلوا القصة دي. بعدين ما هو الآمر الناهي لسه قاعد، هو اللي قاعد يدي الأوامر، تمشوا السكنات، تمشوا الانتخابات، تتفقوا في الأول تجونا، وبعدين هو قاعد على رأس المؤسسة العسكرية، قاعد على رأس المؤسسة العسكرية. لكن قد يقول أن هذه المؤسسة العسكرية الآن هي ستكون يعني تحت مظلة رئيس مدني. ما قلت لك ده زي البديت بقى كلامي لقبيلك، كلام ساكت على هوا ساكت، نحن ما بنسوق هوا. هل ترى أن بالإمكان، ما هو الطريق الذي يمكن يجمعكم؟ لو سمحتي، هو وقع قبل كده تعهد وميثاق وعنده صلاحيات محددة جدا، تجاوز هذه الصلاحيات بالزيارة المسخ لعنتبي، يده في يد المجرم نتنياهو، قائد دولة الكيان الصهيوني، وبعيد عن مجلس السيادة وبعيد عن صلاحيات حتى الفترة الانتقالية، وانتقل هذا الأمر. والآن ده بيتكرر مرة لدي دقيقة فقط. الآن نحن نتحدث عن هذا الاتفاق الذي وقع، هل يمكن أن يلحق به حزب البعث إذا عدل في جوانب مختلفة، بما أنهم يتحدثون عن أنه اتفاق إطاري ومفتوح للجميع، هل بالإمكان أن تكونون ضمن هذا الاتفاق في أيام مقبلة؟ إذا في اتفاق على مساءلة ومحاكمة اللي ارتكب جريمة انقلاب 25 أكتوبر ويجريد، إذا في اتفاق إنه نحن ماشيين ما برانا نستصحب معانا قوى الثورة في جبهة عريضة، موافقين. إذا ده ما في بيبقى ما حيكون عندنا علاقة يعني بال يبقى ما هذه عدم العلاقة، هل هو يعني مناوئة وسعي تقويض هذه الاتفاقية؟ لا يعني نحن الحاجة اللي ما بتقدم مصلحة لأبناء وبنات شعبنا، اللي بتتنكر لدماء الشهداء، اللي بتشرعن الانقلاب، اللي بتسكت عن القصاص والعدالة، تضعها كأمر واقع قدام الناس، نحن ما بنغش شعبنا. نحن رأس مالنا شنو غير الرأي العام والشعب؟ ده رأس مالنا نحن. شكرا جزيلا أستاذ عثمان أبو راس، نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وشكرا جزيلا الأستاذ نصر الدين رحال، قيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة صياغة الدستور، وكان حديث عن ردود فعل متباينة حول هذه الاتفاقية والاتفاق الإطاري الذي وقع بالأمس. وكنا معكم منذ الأمس عبر قناة الشروق في مساحات مختلفة، ونبض حي لنقل ورصد رد الفعل حول هذا الاتفاق، وبالتأكيد تتواصل هذه المساحات في أيام مقبلة. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.